السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع اليوم سويته بناء على طلب أحد الأخوة اللي سأل أنه شلون نشغل الحاكية بداخل السيارة والإعدادات مالتها أيضا وياها. طبعا مثل ما تعرفون أكو هنا بالسيارة بداخل بالغرفة مالت السيارة أكو مايكروفون، وهذا المايكروفون تقدر تستخدمه للاتصال بالتليفون بدون من تستعمل التليفون، يعني عن طريق البلوتوث تربطه بالسيارة. وهذا المايكروفون أيضا يفيدنا هنا باستعماله كأنه حاكية ترفع الصوت بداخل السيارة، خاصة بالأخير راح يسمعون الصوت أوضح. بالنسبة للمايكروفون، المايكروفون هو هذا موقعه، هنا يكون المايكروفون بالضبط فوق الشمسية، بالضبط هنا يصير فوق الرأس تقريبا. هو هذا المايكروفون اللي تستخدم السيارة للاتصال بالتليفون أو لاستعمال بالحاكية. حتى نستعمله كحاكية طبعا نجي هنا عندنا الشاشة، طبعا لازم نفتح سويتش حتى نقدر نفعله. نفتح سويتش، نروح للأبس للتطبيقات، بعدين عندنا هذا درايفر إيزي سبيك هنا، يعني عملية تسهيل الكلام بالنسبة للسائق. هذا لازم يتفعل، تشوفون هذا الخط اليمين إذا ضغطناه هنا صار أصفر، هذا الخط تفعل معناها، يعني هسه الحاكية تفعلت. بقت عندنا شغلة مهمة ثانية هي إعدادات هاي الحاكية، نعلي وننصي بالصوت مالتها. منين نروح للستاب، نروح درايفر إيزي سبيك، نلقاها مرة ثانية هنا، نضغط عليها راح تطلع عندنا ثلاث خيارات. هذه ثلاث خيارات: لو، ميديوم، هاي. اللو هو اوطى صوت، والميديوم متوسط، والهاي هو اعلى صوت. من تخليه على اعلى صوت طبعا راح يتغير الصوت، راح تحس اكو فرق بالصوت، يصير كانه صوت مجسم داخل الغرفه. طبعا احتمال بعض الموديلات ما راح تطلع عندك هاي الخيارات، وانما راح تطلع عندك ارقام، فكل ما يكون الرقم اعلى كل ما ينطيك الصوت اعلى. نرجع مره ثانيه، انطينا بما انه انطينا الصوت اعلى شيء، هنا هذا متفعل فماكو مشكلة عندنا. حتى نجي نفحص نشوف الحاكية مالتنا والصوت، نحاول نقرب الصوت راح تشوف اكو اختلاف بالصوت. طبعا تريد تفحص الحاكية ايضا تقدر مجرد تلمسها تحس انه اكو صوت الحاكية نتيجة اللمس مالتها. هذه هي اعدادات الحاكية. طبعا من تطفيها، خلينا نطفيها، شوف شلون نطفيها. تطفيها، مجرد طفيها منها راح الصوت، يعني هسه من تجي هنا على الحاكية وتلمسها ماكو اي صوت، ما متفعلة. من تفعلها اعتقد الصوت راح يبين عندكم. طبعا انا كل شيء يبين يم هنا، بس ما اعرف بالتسجيل يبين لو لا. لاحظ هسه صار اكو فصدى داخل الغرفة، ومن نريد نلمس المايكروفون يبين عندنا الصوت مال المايكروفون. أتمنى أنه يفيدكم هذا المقطع. لا تنسون الاشتراك بالقناة لتقوية القناة، مع جزيل الشكر والتقدير لكم لتعليقاتكم والإعجابات. شكرا جزيلا، في أمان الله.